وأعود إلى دكتور ماهر عباس من السويد. دكتور عباس، يعني ربما السويد هي الدولة الوحيدة في العالم حتى الآن التي ما زالت تعتمد سياسة مناعة القطيع. بداية، كيف تسير الأمور في السويد؟ يعني ما هي البروتوكولات المعتمدة في التشخيص والعلاج أيضا؟ في السويد لا زالت الأمور تحت السيطرة. من البداية كان بشكل عام ينظروا للمشكلة أكيد ليس يوما في يوم بل ساعة فساعة، فكان من البداية كان في قرار عدم التجمع لأكثر من 500 شخص، ثم منذ حوالي أسبوع صار يعني عدم التجمع لأكثر من 50 شخص. لا زال الناس يخرجون ويدخلون، لكن في التزام شخصي بالتعليمات. كل شخص يشعر بالمرض بأعراض الرشح أو الإبريق أو ألم بالحلق أو حرارة سيلتزم البيت ويتصل بالمركز الصحي، ومن خلال المركز الصحي هناك عامل صحي يأخذ منه المعلومات وينصحه إما بالبقاء أو بالذهاب إلى المركز أو المشفى للمعاينة من قبل الطبيب. طيب دكتور عباس، يعني أنا يعني نتابع الأعداد والأرقام في السويد، لم تتجاوز 10,000 إصابة، والوفيات ربما هي أقل من 900 حالة وفاة. يعني ما هي البروتوكولات التي تم اعتمادها لعلاج الفيروس؟ هل تستخدمون مسألة فصل مصل الدم للأشخاص المتعافين، أم تعتمدون بروتوكول الهيدروكسيكلوروكين مع الأزينثرومايسين، أم بروتوكولات أخرى في السويد؟ السويد تتبع ما الخبرات الآتية من العالم، وليس هناك بروتوكول موحد. فعلى سبيل المثال الكلوروكين في ستوكهولم لا زال يتبع طبعا في حالات محددة، وأما في مشفى غوتنبورغ فتوقفوا عن استخدامه خوفا من مضاعفاته. فكل حالة بحالة يتم التعامل معها. بالنسبة للبلازما في بجامعة كالورينيسكا تم حاليا اختبار هذه الطريقة في فصل البلازما وإعطاء مضادات الأجسام من بعد التبرع من دماء الأشخاص الذين تعافوا من الإصابة. نعم، طب إجراءات السويد حتى الآن هي إجراءات مخففة، وربما تكون الدولة الوحيدة في العالم التي تتبع مثل هذه الإجراءات. يعني ما سبب طمأنينة السلطات السياسية والصحية في السويد لهذا الأمر؟ يعني أليس هناك خشية على أن يكون هناك عجز في النظام الصحي لا سمح الله إذا تزايدت الأرقام ووصلت إلى أرقام كبيرة كما حصل في دول أوروبية أخرى في إيطاليا وفرنسا وإسبانيا وغيرها من البلدان؟ نعم، طبعا هو ما فينا نقول أنه هو طمأنينة، لكن هو ترقب وحذر، وكما ذكرت هو ترقب ساعة فساعة ويوم في يوم على عدد الإصابات وعدد الوفيات و حالات. إذن هو نوع من المغامرة، مغامرة بحياة الناس. هو ليس نوع من المغامرة. السويد يعني فينا نقول مثلا ككثافة سكانية قليلة جدا إذا بدنا نقارنها بما في إيطاليا أو فرنسا أو إسبانيا. يعني عدد السكان لا يتجاوز 10 ملايين نسمة وأرض واسعة. في شيء يعني جيد جدا بالسويد أنا بعتبره، هو ثقة متبادلة، ثقة الشعب بالحكومة والسلطات الطبية وتطبيق شبه التام. يعني ما فينا نقول 100% لكن الأغلبية بيطبقوا 100% إجراءات العزل، وأنه إذا حدا مريض بيبقى بالبيت، التباعد الاجتماعي، عدم السلام باليد. وأيضا هناك شيء جميل امبارح سمعته يعني من أحد الحكومة، أن الحكومة أيضا تثق بالشعب أنه عم بيطبق هالإجراءات. ما في داعي أنه تعمل حجر إلزامي ممنوع الخروج من الساعة كذا إلى الساعة كذا، ومع ذلك يعني في مراقبة يومية. فممكن إلى الأمام، نعم، ممكن يصير أكثر. وطبعا بالنهاية مع الزمن
سيحكم الزمن انه هل كانت تجربه السويد، ما فينا نقول نحن الى الان ناجحين، لكن مع الزمن سيثبت هل كنا ناجحين الى الاخر، هل تعاملنا في الوقت المناسب مع كل مرحله ولا نتمنى السلامه للجميع وينتهي هذا امر الفيروس سريعا. الدكتور ماهر عباس عضو تجمع الاطباء الفلسطينيين في اوروبا كنت معنا عبر سكايب من مدينه خوفدا في السويد، شكرا جزيلا لك.